السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل إن أنت تدفع لحد فلوس في مقابل إنه يقعد جنبك، ولما تغلط في حاجة معينة يديك بالقلم على طول. الكلام ده فعلا حقيقي، تمام؟ الراجل ده مبرمج، اتفق مع واحدة إن هو هيديها $8 في الساعة في مقابل إنها تقعد جنبه. أول ما تلاقيه بيدخل على الفيسبوك أو بيدخل على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، تصرخ فيه أو تديله بالقلم. تمام. الغريب ان الانتاجيه بتاعته زادت من 25% ل 98%. تمام، احنا عايزين نعمل كده. يعني تعمل نفسك عقاب كل ما تلاقي نفسك عندك شغل وبتضيع وقتك على الفيسبوك او على الانستجرام او حاجه زي كده، اجر حد كده يديك بالقلم على طول او يديك بالقفا حسب ما يحب، يعني لان فعلا المواقع دي بتسرق وقتك، وهو ده اكتر حاجة هتحاسب عليها يوم القيامة. الوقت بتاعك مهم جدا، فحاول ان انت ما تضيعهوش ولا تهدره في مواقع التواصل الاجتماعي.